اسمي باولا ربيز، خلقت براس بيروت، ربيت بين بيتنا بمنطقة سامي الصلح وبيت ستي براس بيروت. بيتنا تدمر بأول أيام الحرب وبقينا نتنقل من وقتها. على الخمس سنين تعرضت لحادث سيارة وخسرت أمي، فتت بكوما وكنت على كرسي متحرك. رفقاتي بالمدرسة اهتموا فيي كل فترة العطل، كانوا يتناوبوا على مساعدتي، ولهاللحظة هن سندي وعمودي الفكري. من هون فهمت شو يعني التضامن وصار من أهم قيمي. تعلمت بمدرسة سيدة النظرات ومن بعدها أخذت شهادة تصميم الأزياء بإسمود بباريس. كل ما كون راجعة من المدرسة صادف محتاجين شارك معهم كرمال قضايا مختلفة بتعنيلي. معالجة هموم الناس كانت من أولوياتي ولا تزال. من 10 سنين من لحظة اللي رجعت فيها على لبنان وأنا فاعلي على الأرض وبشمر على كتافي، ناشطة بجمعية أم النور، أنقذوا تراث بيروت، رفق بالحيوان، محاربة سد بسري، وكتير قضايا نضلت كرمالها. باللحظة اللي اندلعوا حرايق الدمور حملت حالي وطلعت مع أدوية ومي وأكل لدعم أهالي المنطقة والدفاع المدني يلي ما ناموا الليل بينما السلطة مش طالع حصة وعم تتفرج على الأخبار. ب17 تشرين الساعة 6 المساء نزلت على رياض الصلح وما تركت الشارع من وقتها، وبعدنا كل يوم أنا وزملائي المناضلين عم نأمن الأكل واللبس والأدوية والضرورات الأساسية لنستمر بالصمود بغياب الدولة. دايماً بتحدى النظام والظلم، بتحدى النمط التقليدي بالتعامل مع المشاكل الاجتماعية والسياسية والفكرية. التغيير ببلش من عنا، من أفعالنا وأعمالنا. كرمال هيك أنا مرشحة على الانتخابات النيابية. ولا ممكن شوف ظلم وأسكت له، ولا ممكن اتخلى عن أي إنسان همشته السلطة الحاكمة. بشتغل كل يوم تساهم بتحسين حياة الأفراد، هلأ بدي أشتغل مع زملائي تغير حياة المجتمع.